نذبحهم كل يوم قوس بعصا الفجر نقرا 15 او 16 صفحه كلنا ودور الدور والآية الصفحة اللي يقرأها الشخص أنت قرأها في خاطرك اللي يجيك الدور من واحد من سورة بداية سورة الفاتحة بداية في سورة البقرة إذا تجمع عند عبد الله يقرأ سورة الفاتحة وعقب سورة البقرة كل يوم يعني كلهم كل يوم 16 جزء ونص بعد يعني نقدر نختم القرآن كلنا وسوى ومع ونفرح بالختمة ابدا عبد الله القران اللي ما معه قران عادي القران بروح لا بروح اجيب انا بكم جزاك الله خير ويا تفضل الله منا ومنكم صالح كم هذه 4 5 6 7 صلوا على النبي يا جماعه ابي انوه على شغله تغتر البعض والبعض يسج منها وانا اسج منها